على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نقول وبالله التوفيق. قال الإمام أبو شجاع رضي الله تعالى عنه وأرضاه المتوفى سنة 593 في كتابه المسمى بغايات الاختصار أو المسمى بالتقريب فصل، هذا الفصل يتكلم فيه على الحيض ويتكلم فيه على النفاس ويتكلم فيه على الاستحاضة، فهو فصل شامل لثلاثة أنواع من العلم. الأول الحيض، فهو يتكلم في الحيض على قدره ويتكلم على بعض أحكامه ويعرف الحيض، ويتكلم كذلك على النفاس، يتكلم على أقل النفاس، يتكلم على أغلب النفاس، يتكلم على المعتاد في النفاس، يتكلم على الأحكام المترتبة على النفاس، وكذلك يتكلم على الاستحاضة، لكنه ترك، هو عرف الاستحاضة لكنه ترك الكلام على أحكام الاستحاضة، لكننا سنتكلم عن أحكامها للأهمية، لأننا كما قلنا لكم هذا الباب مهم جدا بالنسبة للنساء أصالة وللرجال تبعا، لا لكون الحيض والاستحاضة يعني مما يعني يطرأ على الرجال، ولكن مما يطرأ من حيث الإفتاء ومن حيث التعليم. قال فصل، ويخرج من الفرج ثلاثة دماء، ويخرج من الفرج ثلاثة دماء من هنا معناها الابتداء، يعني يخرج خروجا مبتدأ، يخرج الدم خروجا مبتدأ من الفرج، يعني بداية هذا الخروج من الفرج. المراد بالفرج هنا قبل المرأة، ويقصد بهذا القبل محل خروج الولد، أن المرأة عندها مخرجان، مخرج للبول ومخرج لخروج دماء الحيض، مخرج البول أعلى ومخرج الحيض أسفل. ثلاثة دماء أي فقط لا غير، يعني لا يخرج من محل الولد إلا ثلاثة دماء لا أكثر من هذا. وما يخرج من المرأة قبله من الدماء قبله التسع سنوات، لأنه قد البنت الصغيرة قبل أن تصل إلى سن التسع سنين قد يخرج منها دم، هذا الدم لا يخرج عن هذه الثلاثة، وعلماؤنا يصنفون هذا الدم في صنف الاستحاضة، فهو ليس دما رابعا حتى تكون هذه القسمة الحاصرة غير دقيقة، وكذلك الدم الذي يخرج من الآيسة التي بلغت سن اليأس، سن آيست فيه فانقطع فيها الدماء عن المرأة، واختلف العلماء في تحديد هذا السن هل هو 54 ولا 60 ولا 62 ولا كلام كثير في هذا الباب، لكن على كل حال متى خرج من الآيسة دم من محل خروج الولد فهو دم استحاضة أيضا، فأصبح الثلاثة دماء قسمة حاصرة. يعني قسمة حاصرة يعني ليس هناك رابع. ويخرج من الفرج ثلاثة دماء، دم الحيض ودم النفاس والنفاس والاستحاضة، يبقى دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة، هذه هي الثلاثة دماء. دم الحيض، دم الحيض
قالوا الإضافة هنا بيانية لأن الحيض هو الدم، ولذلك عندما أضاف الدم إلى الحيض أضاف الشيء إلى نفسه للبيان، دم هو الحيض. أو قالوا من إضافة المسمى للاسم، لأن الدم ده المسمى والحيض ده الاسم، يبقى دي من إضافة إيه؟ المسمى للاسم. ودم النفاس الإضافة فيه كذلك، إما أن تكون إضافة بيانية وإما أن تكون إضافة المسمى للاسم. والاستحاضة كذلك، الإضافة فيها إما أن تكون إضافة بيانية وإما أن تكون من إضافة المسمى للاسم. فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب ولادة. الجملة الثانية فاء، الفاء دي ايه؟ فاء الفصيحة. الفاء واقعة في جواب شرط المقدر، لا فاء الفصيحة التي تفصح عن شرط الايه؟ مقدر. يعني اذا اردت بيان كل واحد من هذه الدماء فاقول لك الحيض كذا وكذا والنفاس كذا وكذا والاستحاضة كذا وكذا. يبقى احنا هنا بنقرا على مستوى الايه؟ على مستوى الحرف. شوف الحرف ده بتاع ايه؟ طب والاضافه دي ايه؟ ده احنا مش كمان على مستوى الحرف، ده على مستوى المعنى الذهني. الاضافه دي انت مش شايفها، ده معنى ذهني. الحرف انت شايفه. طب الاضافه دي ايه؟ هل اضافه من اضافه البيانيه ولا اضافه المسمى للاسم ولا الاسم المسمى ولا للسبب للمسبب ولا كل هذا يزيدك في الفهم والعمق، وتكون هذه الحالة بعد ذلك منهجا لك في حياتك أن تتعامل مع الأشياء بطريقة مستوعبة، بطريقة دقيقة، بطريقة لا تتجاهل فيها الحروف، لا تتجاهل فيها المقاصد، لا تتجاهل فيها المعاني الكبرى والصغرى. قال فالحيض، عرف الحيض هنا شرعا وترك تعريفه لغة، والشراح عرفوا ذلك في اللغة بأنه هو السيلان. حاض يعني سالة، سالة يعني ايه؟ عارف الكوباية كده المليانة لما تدلقها يقال حاض الوادي. يعني من هذا الاستعمال قول العربي حاض الوادي، حاض الوادي يعني سال ماؤه، حصل فيضان الماء ومنسوب الماء على في النيل، فيعني سال هذا الماء في الوادي. وحاضت الشجرة إذا سال صبغها. عندكم السمغ ده، شفت السمغ ولا مشتوش؟ ده افريقيا كلها سمغ. طيب يبقى هو لغه السالان. التعريف بقى ايه؟ لا ده السمغ ده اللي هو عباره عن شيء كده، ماده لزجه يعني يلصق بها الورق، هو اللزق يؤخذ، ده اسمه صمغ. ده بقى يؤخذ منين؟ من الشجر. هو ده. لبان؟ لا اللبان ده من حاجة تانية مش من الصمغ. انت بتاكل لبان من الصمغ؟
ده الصمغ ده لما نجيب كده الصمغ بنلزق بيه الورق. ونحن كنا في ابتدائي صغار في المدارس كانوا يطلبون منا صمغ. نذهب إلى المكتبة نقول لهم نريد صمغا. الصمغ ده عبارة عن مادة لزجة كان بلس سائلة كده ولكن يعني ثخينة غليظة. يؤتى به ويوضع على الورقة ثم بعد ذلك تأتي بورقة أخرى تضعها فتمسك. تمسك لزق لزق. ده اسمه صمغ. فالحيض هو الدم. قالوا الدم جنس في التعريف يشمل الدماء الثلاثة. دم يشمل دماء الحيض والنفاس والاستعاضة. الخارج الخارج على سبيل الصحة ده فاصل أو تكتب جنبه قيد. يخرج به الاستحاضة. الخارج على سبيل الصحة يخرج به الاستحاضة لأن الاستحاضة وإن كانت دما وتخرج من الفرج إلا أنها تخرج لا على سبيل الصحة وإنما على سبيل العلة والمرض من غير سبب الولادة. ده أيضا قيد ثاني. هذا التعريف يشتمل على قيدين. القيد الأول الخارج على سبيل الصحة. القيد الثاني من غير سبب الولادة. يخرج به النفاس من غير سبب الولادة. لماذا؟ لأن النفاس دم يخرج من الفرج على سبيل الصحة مش مرض ولكن يخرج بسبب الولادة. الولد خرج يخرج بعده الدم. زاد بعضهم في التعريف اللي ذكره شنستنا الشيخ هنا بيقول ايه؟ هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة. بعضهم زاد في التعريف في سن 9 سنين قمرية فأكثر حتى يقول بأن الدم متى خرج على سبيل الصحة من غير سبب الولادة بعد استكمال 9 سنين تقريبا كان هو دم الحيض. إذا لابد من أن تكون المرأة التي يخرج منها الدم قد وصلت إلى هذا السن حتى نسميه حيضا. ليخرج بذلك ما إذا رأت البنت التي لم تصل إلى سن 9 سنين رأت دما. عندها 8 سنين ونص رأت دما يخرج من الفرج فإن هذا يعتبر عندنا دم استحاضة دم فساد. وقالوا 9 سنين قمرية تقريبا نسبة إلى القمر. والتسع سنين هو أقل سن يمكن للمرأة أن تحيض فيه. فلو رأت دما قبل 9 سنين بما لا يسع حيضا وطهرا كان حيضا. يعني افرض قبل ما تستكمل 9 سنين ب15 يوم شاف الدم يبقى ده دم حيض. طب 16 يوم قال لا ده يسع طهر وحيض يبقى دم فساد وليس ايه وليس حيضا. من فرج المرأة هو هنا بيقول هو الدم الخارج من فرج المرأة أي من عرق في فرج المرأة في أقصى رحمها. يعني هذا الدم الذي يخرج من في الحيض يخرج من عرق في فرج المرأة في أقصى رحمها على سبيل الصحة. سبيل الصحة قالوا إضافة سبيل إلى الصحة للبيان لأن السبيل هو الصحة والصحة هي السبيل. وعلى قالوا هنا إنها تعليلية على أي بسبب فكانها بمعنى اللام أي من أجل
يبقى لما تقرا التعريف تقول كده اهو، هو الدم الخارج من فرج المراه لسبب الصحه، اي لسبب ان هو الصحه من غير سبب الولاده. الاضافه اللي هنا سبب الولاده ما نوعها؟ قالوا كذلك اضافه بيانيه، لان السبب هو الولاده والولاده هي السبب. خرج بذلك النفاس، فانه يخرج من فرج المراه بسبب الولاده. طيب انتهينا من التعريف. قالوا، قال رحمه الله تعالى: ولونه، اي الحيض، شرع هنا يتكلم على لون دم الحيض، وليس الكلام هنا على سبيل الحصر لألوان دم الحيض. فالإمام الرهبي صاحب نهاية المحتاج ذكر أن لدم الحيض 1080 لون. هذه الألوان 1080 داخلة تحت الألوان الكلية الخمسة، 1080 لون. قوم ازاي اسألوا يوم القيامة. خلينا على قد الكلام اللي معانا. ولونه، أي لون دم الحيض، أسود. السواد لونه القوي الأصلي. أسود يعني إيه؟ قال ده مراد بهذا اللي هو اللون الأصلي، اللون القوي، أقوى لون في دماء الحيض، أقوى لون من ألوان دماء الحيض هو اللون الأسود. فلا ينافي أن للحيض ألوان أخرى، في منها الحمرة ثم الشقرة. الحمرة اللي هو الشقرة ديت اللي هي أحمر فاتح قوي قوي، أما الشخص الأشقر بلك. ثم الصفرة يبقى أصفر، أصفر صافي. ثم البودرة يعني ماء مكدر مطرب. هذه هي ألوانه الخمس الكبرى. قال: ولونه أسود. كان الأفضل يقول: ولونه السواد، كما قال الشراح عندك هنا. محتجم بضم الميم مو وسكون الحاء مح وفتح الداء محتا وكسر الداء محتا دي. دم شديد الحرارة يعني حر جدا كالماء الساخن. لذاع بالذال معجمة ثم العين المهملة. مش لذاع، لأن اللذع ده يبقى من الحيوان السام، أما لذاع يعني موجع. يخرج والمرأة تشعر معه بألم. انتهينا من كده. يا الله خش على النفاس، بارك الله فيك. خلي بالك اللي انت بتقراه ده يعني عبارة عن معالم تضيق لك الطريق لدراسة كتاب الحيض والنفاس، لأن الحيض والنفاس ده كتاب كبير. الإمام ابن حجر الهيتمي ألف فيه مجلدين عظيمين، جمع فيهما كل مسائل الحيض والنفاس والاستحاضة. وهذا الكتاب الذي جمع فيه كل مسائل الحيض ضاع منه، فيعني أحزنه فقده حزنا شديدا، لأن ده مجهود، ده ما حاجة ما تعوضش. المال يعوض، لكن الشغل العلمي ده ما يعوضش. الإمام النووي جمع في كتاب المجموع كثير جدا من مسائل الحيض في جزء كبير، فالباب صعب ومن أشكل الأبواب ومن أصعب أبواب الفقه قاطبة. كل ما يتعلق بالنساء
يعني صعب. نعم. والنفاس لغة النفاس هو الولادة، والنفاس بكسر النون، ني مش نفاس، ني نفاس. وسمي نفاسا كأنه من النفس، لأن هذا الدم يخرج بعد خروج نفس. العيل يخرج من هنا، الدم يخرج من هنا، يبقى ده ايه؟ نفاس، خرج بعد دم. وهو الدم الخارج عقب الولادة، وعقب فيها لغتين، عقب وعقيب. وعقب هي الأشهر، وعقيب لغة نادرة في الاستعمال. الدم الخارج عقب الولادة، الدم في ذهنك كده تقول جنس في التعريف يشمل جميع الدماء الثلاثة. الخارج، الخارج عقب الولادة فصل يعني قيد، خرج به الحيض لأن الحيض لا يخرج عقب الولادة، والاستحاضة لأنها لا تخرج عقب الولادة. طب يعني ايه عقب الولادة يا مولانا؟ يعني لازم ينزل عقب خروج الولد فورا؟ قال له لا، العقبية في كل شيء بحسبه. فالعقبية هنا يعني ألا يمر على خروج هذا الدم 15 يوما. يعني عندي العقبية ديت لها مسافة زمنية، وهي تكون في 15 يوما، ينزل في اليوم الأول إلى اليوم 14. نزل بعد ولادة الولد ب15 يوم، ليس هذا الدم دم نفاس، وإنما هو دم حيض. طيب الولادة بس، طب الدم اللي نازل وراء أو عقب العلقة أو عقب المضغة، يعني ألقت علقة، يعني قطعة كده غليظة من الدم، أو مضغة قطعة دم، قطعة لحم، يبقى العلقة هي عبارة عن شيء غليظ من الدم، لأن العلقة هي عبارة كانت إيه في الأصل؟ كانت مليء، هذا المليء تحول إلى دماء، دماء غليظ. طب والمضغة؟ قطعة لحم ألقت مضغة أو ألقت علقة ثم خرج بعدها الدماء، هل هذا يسمى نفاسا؟ نعم. ولذلك نقول هو الدم الخارج عقب الولادة أو ما يقوم مقامها، كان عليه أن يقول هذا. حتى بقى كده يعني إيه التعريف، نستدرك بها على التعريف. والاستحاضة، خلصنا من الحيض وخلصنا من النفاس، نخش على الاستحاضة. قالوا الاستحاضة هي السيلان، لأنها في الأصل من الحيض، والحيض هو السيلان. الدم الخارج من غير أيام، من غير يعني في غير مش من غير، في غير أيام الحيض والنفاس. طيب أهو تعالي هنا كده بقى شوية. الخارج الدم، نقول بقى في الدم يا مشايخ، جنس في التعريف يشمل الدماء الثلاثة. الخارج أي من عرق في أدنى رحم المرأة، يقال له العادل بالذال المعجمة وآخرها لام، على المشهور من كلام أهل اللغة، وحقي العادل باللام والدال المهملة العادل، حكم المسيدة
وحكي بمعجمة وراء العاذر. يبقى فيها كم لغة؟ ثلاثة. عادل وعادل وعادل. ده اسمه ايه؟ ده اسمه عرق يخرج منه دم الاستحاضة من أدنى رحم المرأة، بخلاف الحيض، بخلاف الحيض لا يخرج من عرق في أقصى رحم المرأة في غير أيام الحيض. ده تحديد بأن الاستحاضة تخرج في غير أيام الحيض. طيب انت قالوا بأن يكون خارجا في أقل من يوم وليلة. هذه صور المرأة رأت دم ولم يكن هذا الدم يصل إلى يوم وليلة، شاف الدم 12 ساعة مثلا يعني، ثم بعد ذلك انقطع ولم يعد إليها مرة ثانية، ماذا يسمى هذا الدم؟ استحاضة. والاستحاضة لها أحكام وهي من قبيل الأعذار. أو بأن يتجاوز الدم 15 يوما، قال الدم قعد معها 15 يوم ودخل في 16، شايف الدم بالك دائما تدخل، يعني تدخل قطنة في محل فرجها فتخرج ملوثة بالدم. ده وصل كام؟ 15 16. ال16 ده استحاضة. وبأن يكون في غير أيام النفاس كذلك، لأن ممكن المرأة تجلس 60 يوم ترى دم النفاس ثم بعد ذلك يتجاوز الدم إلى 61 يوم فما فوق. اللي عدى 60 يوم ده يسمى إيه؟ استحاضة. ما تراه الصغيرة، الصغيرة اللي هي لم تصل إلى 9 سنين، رأى الدم يخرج من الفرج يسمى إيه؟ استحاضة. ما تراه الآيسة التي بلغت سن اليأس أيضا استحاضة. لماذا؟ لأن التعريف يصدق عليهما. طيب وأقل الحيض، انتهينا من تعريف الاستحاضة. قال وأقل الحيض يوم وليلة. حلو، يعني أقل الحيض يوم وليلة، يعني أقل زمن الحيض يوم وليلة، يعني 24 ساعة. واللي معه ساعة يحسبها بنفس الطريقة، يوم وليلة يوم وليلة. يعني افرض ان هو مع اذان الفجر داهمها الدم، ثم مع اذان الفجر في اليوم الثاني طهرت، يبقى هذه حيضها يوم وليلة. افرض ان هي عند اذان الظهر حاضت، ثم في اذان الظهر في اليوم الثاني انقطع الدم ورأت القصة البيضاء، ده ايه يا اخوانا؟ يبقى هنا كده ايه؟ يوم وليلة اهو، ولكن ده بيسموه يوم وليلة ملفقة. الصورة الأولى يوم وليلة تامة، الصورة الثانية يوم وليلة ملفقة، لأن عندي ليلة كاملة من أذان المغرب إلى أذان الفجر، ليلة تامة، والنهار ملفق، لأن من أول أذان الظهر إلى المغرب شوية أهو، ورحنا كملنا بما بين أذان الفجر إلى أذان الظهر الثاني، يبقى يوم ملفق. يعني جمعناه من إمتى؟ ما اليوم كم يوم النهاردة؟ بيأذن مثلا الفجر الساعة 5 الصبح والمغرب الساعة مثلا 5، أدي 12 ساعة. ال 12 ساعة دول ما خدناهمش باتصال، خدنا جزء منهم النهاردة وخدنا جزء منهم بكرة، يبقى ده يوم وليلة إيه؟ ملفق. وممكن الساعة 10 يجي لها الدم
وتطول الساعة 10 تاني يوم، يبقى هنا ليلة ملفقة. طيب قال وسواء تقدمت الليل على اليوم. تقدمت الليل على اليوم يعني هي مع أذان المغرب حاضت، يبقى هحسب لها يوم وليلة، هحسب من المغرب إلى الفجر ومن الفجر إلى المغرب أذان يوم وليلة. وتقدمت الليلة على النهار، هب إن هي عند أذان الفجر حاضت، يبقى هنا اليوم، لأن اليوم يبدأ مع أذان الفجر، اليوم تقدم على الليلة. يبقى سواء تقدمت الليلة على اليوم أو اليوم على الليلة، فعصرنا الحاضر سهل أوي بالساعة 24 ساعة. لكن هم لما كتبوا الكلام ده في الكتب كتبوا لي إيه؟ لأن ما كانوش كل الناس ضابطة بالساعة والتوقيت ده بقى. والآن أيضا ممكن في بعض النساء الساعة مش ممكنة معاها، هي دلوقتي أول ما سمعت أذان الظهر نزل عليها الدم، فبتضبطه بشيء كالأذان مثلا، المسلسل أول ما جه المسلسل نزل عليها الدم، المسلسل بقى بيجي الساعة كام؟ تاني يوم أول ما جه المسلسل انقطع الدم، والمسلسل بيجي في يوم، بيجي في وقت معين. طيب رؤية اللي في الكتب في خبر أقل الحيض 3 أيام، وانت بتقول لي أقل الحيض يوم. الإمام النووي قال هذا الحديث ضعيف، ذكر ذلك الإمام النووي في كتابه المجموع. يعني ممكن كده وانت قاعد تدرس كده هناك في مكانك، واخد بالك، واحد وانت بتقول هو أقل الحيض يوم وليلة، وانت قاعد ماسك متن أبي شجاع وفاكر نفسك الإمام البجولي وتقول له أقل الحيض يوم وليلة، فيطلع لك واحد بيقول لك والله يعترض على هذا بحديث أقل الحيض 3 أيام. تقول له لا، هذا الحديث ضعيف، نبه على ذلك الإمام النووي. ما تقولوش الخطيب الشربين، لا تقول له النووي. ليه؟ لأن الإمام النووي دوت يعني فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء، فضلع من أضلع العلم ومن أضلع التضعيف والحديث. المراد مقدار يوم وليلة، وشمل ذلك ما لو طرأ الدم في أثناء، خلاص خلصناه. والأقل له صورتان، انتبه بقى لأن هذا مما لا بد منه. والأقل أي أقل زمن الحيض يوم وليلة. خلي بالك ان هو بيقول لك اقل الحيض يوم وليله، ده في تقدير، يعني اقل زمن الحيض يوم وليله، فاخبر بالزمان عن الزمان. احسن واحد يقول لك اصله اخبر بالزمان عن الجثه، لان الحيض ده ايه؟ حيض ده جثه، ولا يخبر بالزمان عن الجثه. تقول لا، ده هو قال واقل الحيض اي اقل زمن الحيض، أو زمن أقل الحيض يوم وليلة. ويبقى زمن أقل الحيض يبقى ده مبتدأ، ويوم وليلة يبقى ده إيه؟ يبقى ده خبر. فخليك واعي. الأقل له صورتان، أن يكون وحده يجي لها 24 ساعة بما متصلة. الصورة الثانية إنه مش هيجي لها دم 24 ساعة متصل، هتشوف لمدة 10 أيام دماغ، يجي لها أول يوم شوية وينقطع، نص اليوم يجي لها شوية وينقطع، آخر اليوم يجي لها شوية وينقطع على مدة 10 أيام، بحيث إننا لو جمعنا هذه الدماغ وتصورنا أنها تنزل على الاتصال لا نزلت في يوم وليلة. يبقى دي بنسميها ايه؟ بنسميها صورة من صور اقل الحيض، وتكون هذه المرأة التي حاضت بمجموع دماء وزعت على عدة ايام قد حاضت اقل الحيض.
طب ويا مولانا النقاء الذي تراه المرأة ما اسمه؟ لأن هي الساعة 10 الصبح رأت دماء، الساعة 2 الظهر رأت دماء، من 10 ل 2 النقاء ده حيض أم حيض حكما أم طهر؟ أصحابنا الشافعية ذكروا فيه رأيين. الرأي الأول المعتمد أنه حيض حكما، ويسمى هذا بقول السحب. يعني إيه السحب؟ يعني أننا حكمنا على هذا الوقت بحكم الحيض، فهو حيض حكما، أي سحبنا خدينا شدينا كده، الساعة 10 كانت حائض، رحنا سحبنا حكم الحيض على فترة النقاء لغاية الساعة 2، يتسمى لحكم إيه؟ حكم السحب. يعني ما ينفعش إنها تصلي فيه، ما ينفعش إنها تقرأ القرآن فيه، ما ينفعش إنها تمس المصحف، ما ينفعش تدخل المسجد، ما ينفعش تتطهر، لا يجوز لزوجها أن يجامعها في هذا الوقت. على هذا الرأي يبقى ده اسمه إيه؟ اسمه قول سحب. طب قول اللقط يعني إيه؟ لقطنا يعني أخذنا، لقط يعني أخذ، أخذنا وقت النقاء وجعلناه طهرا وأعطينا له حكم الطهر، لا في كل شيء وإنما في جواز العبادة، حيث إنها يجوز لها في هذا الوقت أن تصلي، يجوز لزوجها أو لسيدها إن كانت أمة أن يطأها، يجوز لها كذلك إن كان الوقت طويلا أن تصوم. هب إنها قبل الفجر رأت دماء ثم انقطع الدم ونوت الصوم، ثم رأت بعد المغرب دماء أخرى، هل صح صومها على قول اللقط؟ نعم. طب راجعها زوجها؟ لا، لا سحب ولا لقط يجيز الرجعة. رجع زوجها في هذا الوقت إن كان من فترة العدة، نعم لا يجوز. يبقى جعلوا اللقط والسحب في العبادات، وأخرجوا من ذلك يعني قضية الرجعة. طب نعود مرة ثانية. قال وأكثره 15 يوما، فقرة ثانية ايه؟ أكثره يعني أكثر الحيض، يعني أكثر زمن الحيض 15 يوما. لأن 15 دي منصوبة على ايه؟ مبنية على فتح الجزئين، فما ينفعش يقول خمسة، غلط، قول 15 يوما لأنها مبنية على نصب الجزئين. 15 يوما سواء، يعني مش أيام بس وتبقى الليالي مش حائض، لا، مع لياليها، فأقصد 15 يوما وتبقى في ذهنك مع الليالي، سواء تقدمت الليالي أو تأخرت الليالي وهكذا. يبقى يأتي فيها التمام ويأتي فيها التلفيق كما ذكرنا. الزائد على ذلك، الزائد على 15 يوما، كأن رأت الدم في اليوم 16 فهو دم استحاضة، وتسمى المرأة التي ينزل عليها الدم فوق 15 يوما مستحاضة،
والاستحاضة لا تمنع الصلاة. تصلي والله وتصوم والله كمان وتتعبد لله سبحانه وتعالى، لأن الاستحاضة لا تمنع العبادة، لكن الحيض يمنع، الاستحاضة لا. لماذا؟ قالوا لأن الاستحاضة حدث دائم كسلس البول وسلس الريح وهكذا. مولانا ماذا تصنع المستحاضة؟ إنما ذكرش أحكام المستحاضة، ما ذكرناش أحكام المستحاضة. أذكر أنا أحكام المستحاضة، إيه المشكلة؟ تغسل المستحاضة فرجها، أي تغسله بالماء من الدم، فتحشوه فورا بعد ما تغسل فرجها بالماء من الدم الذي ينزل منه، فورا تحشوه بالقطن، فورا تعصبه، فورا تتوضأ ولا تتأخر، فإن تأخرت بطلت هذه العملية لأنها مقصرة. نحن نريد بذلك، أو الفقهاء يريدون بذلك، تقليل الحدث، وأن الدم المستمر أهو عايزين نخلص عشان الحدث يكون قليل، بدل ما يخرج الدم على 30 دفعة، لو احنا قصرنا هذه العملية هيخرج 20، فبنقلل الحدث. ويكون ذلك هذه العملية من غسل الفرج والحشو 2 والتعصيب 3 والوضوء 4، هذه الأعمال الرباعية تكون بعد دخول وقت الصلاة أول ما تسمع الأذان. طب لو فعلت هذا قبل أن يدخل الوقت فعلها باطلة، وعليها أن تعيدها وتبادر بالصلاة على سبيل الوجوب. يعني حضرتها ما تتوضأش وتقول أصل واحدة صاحبتي بتكلمني في التليفون، تفضل رغيالها كده، ترغيلها ربع ساعة ولا حاجة، وبعد كده الله أكبر. معاشر الشافعية يفسدون عملها، إلا أن يكون هذا أمر ضروري، والضرورة تقدر بقدرها. واخد بالك؟ لو أخرت الصلاة، طب افرض إن هي أخرت بعد أن فعلت هذه العملية الرباعية، أخرت الصلاة من أجل مصلحة الصلاة، إيه اللي حصل؟ بعد ما توضأت عايزة تلبس اللي بيسموه الإسدان بتاع الصلاة، أو الحجاب أو الخمار، فبحثت عن الخمار فلم تجده، وظلت تبحث، يا معذورة. ما بيقولوا إيه؟ كستر عورة. لو أخرت لمصلحة الصلاة كستر عورة. أو توضأت وفعلت هذه الرباعية وانتظرت الجماعة تحصيلا لكثرة الثواب، ليست يعني مقصرة، ولا يضرها هذا التأخير لأنه لمصلحة الصلاة. طب لو أخرت لغير مصلحة الصلاة، لوك في التليفون، اتفرجت على شيء من المسلسل، فضلت ترغي مع أولادها، باطلت هذه العملية الرباعية. طب لما تيجي بقى تعمل مرة تانية العملية الرباعية دي، تتوضأ بس ولا تعيد الرباعية بأكملها؟ قال أصحابنا الشافعية يجب عليها أن تعيد هذه الرباعية بكمالها وتمامها قياسا على إعادة الوضوء، كما أنه يجب عليها أن تعيد الوضوء، يجب عليها أن تعيد الأعمال الثلاثة التي قبل الوضوء من غسل وحشو وتعصيب. غسل وحشو وتعصيب يقوم مقامها في عصرنا الحالي اللي هي الحفاضات، فاهمين ولا مش فاهمين؟ طب هتفهموا ان شاء الله لما تتزوج، وربنا ان شاء الله يبعدكم عن المصيبه الزلقه دي. يجب عليها الوضوء لكل فرض تجدد، اول ما يؤذن العصر تقوم تعيد العمليه الرباعيه،
طب افرض ان هي نظرت ان تصلي ركعتين لله، تعيد هذه العملية الرباعية، صلت الظهر وبعد كده نظرت ان تصلي الصلاة الراتبة، تعيد الرباعية لإلحاقها حينئذ بالفرض. قال ويجب عليها تجديد غسل الفرج والحشو والتعصيب، ويكون الأربعة دول على الفور، تعمل إيه؟ غسل، حشو، تعصيب، وضوء، صلاة. لو انقطع دمها قبل الصلاة، افرض إن هي قامت بهذه العملية الرباعية، انتبه لأن كل الأحكام دي يعني كلنا محتاجين لها، كلنا محتاجين لها من أجل أن نعلم غيرنا. لو انقطع دمها قبل الصلاة، افرض إن هي قامت بهذه العملية الرباعية من غسل وحشو وتعصيب ووضوء، ولسه هتصلي فانقطع الدم، تعرف ازاي بقى؟ ما هي حاسه، هي ايه؟ هي هبله؟ ما هي عارفه، بتحس من نفسها، فحست احساسا قويا مثلا بان الدم قد انقطع. حكمنا ببطلان طهرها ظاهرا. ازاي؟ لأن إذا تم الشفاء بطلت حالة العذر، لأنها إنما فعلت هذا من أجل العذر وقد زال، فتتعامل بعد ذلك معاملة الحالات السليمة المستقيمة. بطل طهرها ظاهرا، أي في الظاهر. لماذا؟ قالوا لأن انقطاع الدم يعني من شأنه ألا يعود، ما دام انقطع مش هيرجع، وما دام انقطع ومش هيرجع يبقى هي ربنا الحمد لله أكرمها وشفت، وما دام إن هي بقت سليمة ترجع تتعامل معاملة السليمة، لأن هي خلي بالك هي ما صليتش، ما قالتش الله أكبر، والحفاضة مليانة دم وفيها دم، واخد بالك، والدم ده نزل بعد الوضوء. يجب عليها حينئذ أن تغسل فرجها وأن تتوضأ. طب افرض بقى، ما احنا بنقول لك طال زمن الانقطاع، قعدت منتظرة كده لقيت الحمد لله مفيش دم بينزل، خير وبركة، المصريين بيعملوا كده دليل على الحمد يعني. ولو طال زمن الانقطاع بحيث انقطع نزول الدم بما يسع الطهارة والصلاة، وجب عليها حينئذ أن تتعامل معاملة السليمة، واستمر الحكم ببطلان الطهارة السابقة، ووجب إزالة ما على الفرج من دم وعصابة وحشو وغسله، ونقول لها مبروك ربنا كرمك و طهورتي، وتصلي بقى وتتعامل. طب افرض في الصورة الثانية انه لم يطل زمن الانقطاع، ده هو انقطع شوية كده يعني بما لا يسع الصلاة والطهارة، يسع الصلاة بس وما يسعش الطهارة، هنقول له مش هنحكم ببطلان طهرها ظاهرا، لأننا ببطلان طهرها في الحقيقة احنا حكمنا قبل كده ببطلان طهرها في الظاهر، ثم بعد ذلك لما انقطع الدم انقطاعا يسيرا لا يكفي لإيقاع الصلاة والطهارة، تبين أن الظاهر الذي سبق ظاهر غير سليم، ولا عبرة بالظن البين خطأ. يعني ايه ظاهر غير سليم؟ لأنه كان مبني على ظن، وهذا الظن تبين خطأه، ولا عبرة بالظن البين خطأ. ايه هو بقى الظن؟ ظن انه اذا انقطع الدم لا يعود مرة ثانية، ثم بعد ذلك لما عاد الدم تبين لنا ان ظننا السابق ظن خطأ، ولا عبرة بالظن البين خطأ.
طيب يا سلام هنا. وغالبه أي غالب الحيض ست أو سبع، يعني ستة أيام أو سبعة أيام، ده غالب الحيض، يعني المدة الغالبة له إن هو بيجي ست أيام للستة أو سبعة أيام. ست أو سبع، حذف الداء من ست أو سبع لأنه حذف المعدود اللي هي الأيام، وإذا حذف المعدود جاز أن يذكر العدد وأن يؤنثه، ستة أو سبعة، ست أو سبع. والأولى والأفضل كما قال العلامة المجوري أن يذكر الداء، كان الأفصح والأفضل أنه يذكر الداء ويقول ستة أو سبعة، لكن لما يذكر المعدود لابد أنه هو يثبت الداء لأن المعدود مذكر يوم، يبقى العدد يا مشايخ مؤنث، صح كده؟ حلو الحمد لله. ولو حاضت امرأة خمسة أيام أو ثلاثة أيام أو ثمانية أيام أو عشرة أيام فهل هذا من الأقل ولا من الغالب؟ أن ده لا من الأقل ولا من الغالب، لأن الأقل يوم وليلة والغالب ستة أو سبعة، وهم لا ستة ولا سبعة ولا يوم، يبقى ليس هذا من الغالب وليس هذا كذلك من الأقل. طيب خش على بعده. وأقل النفاس محضة، أهو ده حاجات سهلة، أنا يعني ما تقلقوش، أنتوا ناس حلوة وبتفهم، والله بتفهم، ما تقلقوش، هو الباب اصلا ده من الابواب الابواب يعني الصعب. واقل النفاس لحظه، يعني اقل زمن النفاس لحظه واحده. واختلفت عباره العلماء في التعبير عن الاقل، فعبر بعضهم بلحظه، قال واقل النفاس اي اقل زمن النفاس لحظه، وعبر بعضهم بمرجة، مرجة كده يخرج كده يعني دفعة واحدة قلفة، وبعضهم بدل مجة عبر بدفعة من الدم، ومجة ما بتنقاش إلا في لحظة من الزمن، والدفعة تكون في لحظة من الزمن. وفي عبارة لا حد لأقله، لأول ما بيخرج منه حاجة بيبقى هو حائض، لكن مفيش أقل من مركة، ومفيش أقل من دفعة، ومفيش أقل من لحظة، أي لا يتقدر بقدر، بل ما وجد منه عقب الولادة يكون نفاسا ولو كان مجة ولو كان دفعة، ولا يوجد أقل من مجة ولا من دفعة. فالعبارات كلها قريبة جدا في التعبير عن المراد. طب وبما ومتى يبتدئ النفاس؟ من متى يبتدئ؟ قال عقب انفصال الولد، عقب خروج الولد. وقبل مضي 15 يوما، يبقى إما بعد مباشرة أو لغاية 15 يوم. افرض أن هي النهاردة وضعت الحمل ولم ترى دما ورأت دما بعد أسبوع، يبقى ده اسمه إيه؟ نفاس. بعد 10 أيام من الولادة رأت دما، نفاس. بعد 14 يوم نفاس. بعد 15 حيض وليس نفاس. يبقى الست دي ملهاش إيه؟ ملهاش نفاس. طب افرض ان هي بعد 10 أيام رأت الدم من الولادة،
يبقى العشرة اللي فاتوا دول يتحسبوا من عدد النفاس، يبقى هي شافت الدم يوم عشرة من الولادة. العشرة اللي فاتوا دول ايه؟ قالوا من العدد. طب وهل حكمهم في المنع من الصلاة وفي الصيام وإلى آخره يعتبروا زي الحيض؟ قال لا، لا تفرق الأحكام، هنحسبهم من عدد النفاس لا من حكم النفاس. فلو صلت صلاتها صحيح، ولو صامت صيامها صحيح، ولو وطأها زوجها لا شيء عليها، ولو دخلت المسجد وقرأت القرآن وثبت على كل هذا، فهي في العدد يجعل من النفاس، وفي الحكم لا يجعل من النفاس. اللي احنا بنقول عليه قول الايه؟ قول اللقط. ما هو لقط اهو من السحب. لقط في الحكم. طيب يا مشايخ، واكثره اللي هو ايه؟ نفاس. واكثره 60 يوما، اكثر حاجه يعني يخرج فيها دم النفاس 60 يوما، بلياليها اي مع لياليها، سواء تقدمت الليالي او تاخرت او تلفقت. عرفنا 3 حاجات: تتقدم الليالي في الاعتبار والحسبان، او تتاخر ويتقدم اليوم، او تتلفق. تتلفق فيما اذا ولدت في اثناء النهار او اثناء الليل. طيب، وغالبه 40 يوما، يعني وغالب زمنه 40 يوما بلياليها، سواء تقدمت او تاخرت الليالي او تلفقت. والمعول عليه في ذلك في اثبات هذه الاحكام الاستقراء. الامام الشافعي تتبع حال نساء العرب في وقته، فوجد هذه الاحكام وقفت عند هذه الازمنه. طيب يا مشايخ، انتقلوا يوم للي بعد. وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما. نقف هنا كده، ولو انت بتكتب معايا زي ما احنا اتفقنا فقر الكتاب، اعملوا فقرات 1 2 3 4 وهكذا حتى يسهل في الحفظ، لان احنا ان شاء الله عايزينكم تحفظوا الكتاب. محدش قال لك هتحفظ روضة الطالبين، لغتنا مش شجاع، يعني عايز 2 3 وانت قاعد كده تحفظه وخلاص، ماشي؟ مش إلزام، يعني عايز يحفظ يبقى هو إن شاء الله يعني أصاب وأجاد وأفاد. قال: وأقل الظهر بين الحيضتين 15 يوما. بلياليها، سواء تقدمت الليالي او تاخرت او تلفقت. يا سلام، تمام كده، تكرار يا مولانا، تكرار بيعلم الشطار، وكان المصريين زمان يقول لك التكرار يعلم الحمار. لا بس احنا واخد بال حضرتك، يعني بيقول يعلم الشطار وده احسن، وكان سيدنا الشيخ علي يقول لك والمكرر احلى. اي اقل الظهر 15 يوما. ليه بقى 15 يوما؟ قال اصله اذا كان اقل الحيض اكثر الحيض، اكثر الحيض 15 يوما، يبقى اقل الظهر 15 يوما، لان الشهر منقسم للاثنين. بنيجي نقول لها تعالى هو انت حط كم يوم؟ قالت انا حط 15. اقول لها يبقى النص الثاني على طول ايه؟ 15 ظهر.
لأن سيدنا رسول الله قال تجلس المرأة شطر ظهرها لا تصلي. ليه؟ لأن هي ده دليل على أن أقل الحيض أكثر الحيض 15، وإذا كان أكثر الحيض 15 يبقى أقل الطهر 15، لأن الشهر لا يخلو من حيض وطهر. قال بين الحيضتين، لماذا قال بين الحيضتين؟ حتى يخرج الطهر الحاصل بين الحيض والنفاس، لأن الحامل عندنا معاشر الشافعية تحيض، ممكن تبقى حامل ويأتيها الحيض، وأنا رأيت ذلك يعني في حالة أتتني في دار الإفتاء سنة 2008، كانت تحيض جدا، كانت تحيض ولا تعلم أنها حامل، ويأتيها الدم بلونه في أيامه في أوقاته وهي حامل. على هذا فالحامل عندنا تحيض، فممكن ان هي تحيض وبعد يوم وليله وينقطع الدم في عادتها، ثم بعد يوم وليله تلد ويخرج الدم بعد الولاده، يبقى اليوم وليله ده ايه؟ طهر واقع بين الحيض وبين النفاس، وما كملش 15 يوم، لان احنا لما قلنا اقله 15 يوما ده بين الحيضتين، اللي هو الطهر ده اللي بين الحيضتين 15، أما الطهر الذي بين الحيض وبين النفاس قد يكون ساعة، تنتهي الحيض وترى القصة البيضاء التي هي علامة على انتهاء الحيض، ثم بعد ذلك ترى دم النفاس بعد الولادة. طيب، قال ولا حد لأكثره، يعني لا حد لأكثر الطهر، لأن ممكن ما يجيلهاش أصلا الحيض مطلقا، وممكن تحيض مرة واحدة ثم بعد ذلك عمرها بأكملها لا ترى فيه دما، ودليل ذلك الإجماع، فقد أجمع أهل العلم قاطبة على أنه لا يتقدر الطهر بقدر، ممكن يبقى العمر كله طهر. طيب، وقد تجلس المرأة طيلة عمرها بلا حيض، ومثلوا لذلك بسيدتنا فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولذلك سميت الزهراء، حتى بقى من إيه بعد المسابقات. قال بعد ذلك وغالب الطهر معتبرا بغالب الحيض، لو كان غالب الحيض 6 يبقى غالب الطهر 24، ولو كان غالب الحيض 7 يبقى غالب الطهر 23، لأنه شهر 30 يوم، وأقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنين، 9 سنين دي ايه؟ خبر عن اقل زمن تحيض فيه المرأة، افهم الحتة دي. ولا فرق في ذلك بين البلاد الحارة والباردة، ما تقولش لا اصل ده خاص بالبلاد الحارة لان الجسم بيبقى يعني فاير وناضج، فيعني المرأة تبلغ أسرع من البلاد الباردة، لا فرق بين هذا وذاك، لأن الاستقراء والتتبع لا يخرق من أجل حالة أو حالتين. طيب، ودوت بنسميه سن إمكان الحيض، لأن التسعة دي 9 سنين هي قمرية،
أقل سن يمكن للمرأة فيه أن تحيض. مش بالضرورة أنها لازم تسعى لازم تحيض، لا، ده أقل سن للإمكان. كما أن أقل سن لإنزال المني 9 سنين، ومش بالضرورة ينزل عند 9 سنين، ممكن ينزل عند 10 وعند 11 وعند 12 وهكذا. قال الشافعي: أعجل من سمعت من النساء تحيض نساء تهامة، يحضن لتسع سنين، يعني يحضن في 9 سنين تقريبا، ده الإمام الشافعي شاهد. والمراد بذلك 9 سنين تقريبا، 9 سنين قمريا. وأقل الحمل 6 أشهر، فقرة جديدة علم عليه، 6 شهور عددية، تعد شهر 2 3 4 5 6، بعد مرور أول شهر عد بقى معاك، بيسموها شهور عددية. والشهر يعني مشتق من الشهرة، لأنه ظاهر معروف معلوم لدى الناس، أي أقل زمن تحمل فيه المرأة 6 أشهر ولحظتين، لحظة للوطء ولحظة لانفصال الولد. فبيقول لك أقل زمن الحمل كام؟ 6 أشهر ولحظتين، لحظة وضع المطفى في الفرج ولحظة انفصال الولد. والدليل معلوم، حمله وفصاله 30 شهرا. سيدنا الإمام علي بن أبي طالب فهم من هذه الآية إن اقسم زمن الرضاع من زمن الرضاع والحمل يطلع لك زمن الحمل 6 أشهر. فالإمام علي بن أبي طالب جمع الآيتين: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يبقى 24 شهر، صح؟ اتفقنا. يبقى الآية أفادتنا أن سن الرضاع 24 شهر. ربنا سبحانه وتعالى في آية أخرى قال: وحمله، أدي واحد، وفصاله اللي هو الرضاع 30 شهرا. يبقى الاثنين اللي هو الحمل والرضاع 30. طب انا عايز اعرف بقى، ودي عمليه رياضيه، عايز اعرف الحمل لوحده قد ايه؟ قال له: ما هو القران قال ان الرضاع 24، اقسم ال 24 من ال 30 تظهر لك مدة الحمل. خصمنا 24 من 30 بقالنا كام؟ 6. الله، ده فهم سيدنا علي قبل ما يعملوا الهندسة بتاعتكم دي والرياضة. عقله، فهمه للقرآن، فتح الله سبحانه وتعالى عليه، حمله وفصاله 30 شهرا، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. الاثنين دول طلعونا إن أقل مدة الحمل 6 أشهر، ولحظة الوطء ولحظة، ده مسألة عقلية بقى، لحظة الوطء ولحظة الانفصال. مع إمكان اجتماع الزوجين طبعا بعد هذا. طيب اللي بعدها بيقول بقى: وأكثره، أكثر حاجة للحمل 4 سنين. يا 4 سنين يا مولانا، 4 سنين ومالوش دعوه باللي بيطنطن ويقول لك اصل الكلام ده ومش اصله. دي ناس يعني قلوبها فيها نفاق. قال: واكثره، اي اكثر الحمل 4 سنين، أي أكثر زمنه، أكثر زمن الحيض 4 سنوات. وروى ذلك الإمام الشافعي. الإمام الشافعي شاف الكلام ده بعينه. امرأة محمد بن عجلان حملت في 3 أولاد
12 سنة. العيل الأولاني قعد في بطنها 4 سنين، والعيل الثاني قعد في بطنها 4 سنين، والثالث قعد 4 سنين. والإمام مالك رأى ذلك، ومن رأى حج على من لم يرى. والمعتمد في ذلك الوجود، لأن الأحكام الشرعية، لأن الأحكام تستنبط من كتاب الله المنظور اللي هو الكون، وتستنبط من كتاب الله المسطور وهو القرآن، فكلاهما مصدر من مصادر المعرفة. نقول له شفت؟ آه شايف. سيدنا الإمام الشافعي ثقة، سيدنا الإمام مالك ثقة، والإمام الشافعي يقول لك ده الست اللي عملت كده ده هي امرأة صادقة وجوزها رجل صادق. وأحرم بالحيض والنفاس 8 أشياء. هي النسخة دي فيها النفاس، بس في نسخ أخرى ما فيهاش النفاس. النسخة اللي شرح عليها الشيخ الباجوري ما فيهاش النفاس، قال ويحرم بالحيض 8 أشياء. طيب يا مشايخ، ويحرم بالحيض، الباء هنا للسببية، أي يحرم حرمة سببها الحيض. ولو كان الحيض حاصل بأقل زمنه، حتى ولو كان يوم وليلة. وكذلك بعد انقطاعه إلى الطهر، يعني مش بالحيض بس، ده كمان بالحيض إلى أن تتطهر، لأنها ممكن ينقطع عنها الدم فتصير طاهرة لكنها لم تغتسل، فأحرم عليها أشياء. يبقى أحرم بالحيض، ويحرم بانقطاع الدم إلى الغسل. يبقى سبب الحرمة أمران، إما الحيض وإما انقطاع الدم قبل الغسل. يحرم عليها بقى إيه؟ بانقطاع الدم إلى الغسل. يحرم عليها في هذه الفترة أن تصلي، ما تصليش إلا لما تتطهر. يعني ما ينفعش تتوضأ كده وتخش تصلي؟ لا، ده استهبال وليس هذا بشر. وكذلك يحرم عليها في هذه الفترة أن يعني تطلق، طلاق ده بعد الطهارة. لا لا لا، ده احنا دخلنا في حاجة تانية. الصلاة ومس المصحف حرام، ودخول المسجد إلى الطهارة، لكن يجوز الصوم. انقطع الدم، وعلم إن انقطاع ورأت القصة البيضاء ولن يعود بعادتها إلى آخره، جاز لها أن تنوي كأن انقطع الدم في الليل. ويجوز لزوجها أن يطلقها. لماذا؟ قالوا لأن العدة مش هتطول عليها، لأنها شرعت في الطهر. ويحرم عليها الطهر في فترة الحيض لقصد التعبد، وهي لسه حائض، ولما تخش تطهر كده واغتسل بنية العبادة، ده تلبس بعبادة فاسدة، والتلبس بعبادة فاسدة الحرام، يبقى دي ست بتتلعب بالشرع. والصلاة كذلك يحرم أول ما يحرم عليها، لكن هنا في حاجة بس عايزين ننبه عليها، قال 8 أشياء. يعني هنا هذا العدد لا مفهوم له، لأنه قد يحرم عليها أمور أخرى بسبب الحيض وبسبب النفاس، غير أن 8 هنا باعتبار ما ذكره الإمام هنا في هذا الكتاب. والصلاة ونحوها من الحائض كبيرة. افرض أن هي في فترة الحيض صلت، قالت أنا عايزة أتعبد، الله دخلت تتوضأ، الله أكبر، وبدأت تصلي، لا دي كبيرة، أنت هكذا تلبست بعبادة فاسدة. رقم 2، اللي أنت بتعمليه ده تلعب بالشرع، اللي أنت بتعمليه ده مضاد لمقصد الله، لمقصد الخالق من المخلوق. بل لو استحلت ذلك، يعني اعتقدت إن الصلاة
في وقت الحيض حلال وجائزة وأقيم عليها الحج. قالت لا، كفرت. كمن أنكر حجة الحجاب بعد المعرفة وبعد الاطلاع، أنكر معلوما من الدين بالضرورة. وحرمة الصلاة على الحائض معلوم من الدين بالضرورة، فإنكارها كفر. لكننا لا نحكم على ذلك المعين إلا بعد إزالة الشبه. ويجب على المرأة أن تتعلم ما تحتاج إليه من أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة. يبقى حضور البنات للدرس النهاردة ده واجب شرعي، واجب عيني، لا من حيث كونهن طالبات علم، ولكن من حيث كونهن نساء. طب مش معنى درسك يعني. طيب، فلو كان الزوج عالما، افرض ان هي كانت متزوجه وزوجها قال لها انا علامه في باب الحيض والنفاس وساكفيك احكام الحيض والنفاس، لم يجب عليها الخروج ووجب على زوجها ان يعلمها. هب ان الزوج ما كانش عالم باحكام الحيض والنفاس، وجب عليها ان تخرج لسؤال العلماء. ولا يجوز للزوج حينئذ ان يمنعها من الخروج، لأن خروجها واجب ومعين عليها، وليس لها الخروج المتزوجة لمجلس ذكر. هتحضر الحاضرة، لابد أن يأذن لها زوجها حضور الحاضرة حتى لو كانت في السادة القادرية، لمجلس ذكر ودرس. لأن ما عندوش دم بقى لو قال لها ما تحضريش متن أبي شجاع، بس برضك ما تحضرش حتى تستأذنه، إلا في باب الحيض والنفاس تحضر ولو لم يأذن له، لأن واجب عليها من حيث كونها امرأة. وبرضك ما تصومش وهو موجود إلا بإذني، بس النسوان ساعات يرتكبن ما يسمى بالهبل، وتخرج وتعمل وتسوي وكأن النسوان مش موجود. طب حقه فين يا ستي؟ وتقول لك احنا مجتمع ذكوري. حسبي الله ونعم الوكيل في من وضع في اذهان النساء هذه، يعني الافكار الضاله السامه التي مردت المراه على زوجها. واخد بالك؟ بس انا ما اعتقدش ده موجود عند الواد عندهم. الكلام ده برضك بيصار عندكم؟ ايه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الحيض يسمى حدث أكبر. قبل هذا نقول حاجة لطيفة، العلماء اختلفوا في تقسيم الحدث إلى قسمين. جزء أو فريق من العلماء ذهب إلى أن الحدث إما أن يكون أكبر أو أوسط أو أصغر، وبعضهم قال الحدث عندي إما أن يكون أكبر وإما أن يكون أصغر. الفكرة إيه؟ الفكرة في من جعلها ثلاثية نظر إلى الممنوع منه، فوجد أن الحيض ما يحرم على المرأة أكثر مما يحرم عليها وهي في حالة الجنابة، ومما يحرم عليها وهي في حالة الحدث الأصغر، فقسم الحدث إلى ثلاثة. وجد أن فوق يحرم عليها 8 أشياء، هو اللي هو إيه؟ الحيض. وجد إن في حالة الجنابة يحرم عليها 6، وجد إنه في حالة الحدث الأصغر يحرم 4، قال خلاص إنها 3. وهذه القسمة اعتناء مثلا، احنا بنقول مثلا باعتبار ما منع، فإن كان المانع أكثر شيء بيسموه أكبر، أقل بيسموه أوسط، أقل جدا بيسموه أصغر. وبعضهم قال لا، هما يا إما أكبر يا إما أصغر، والحيض والجنابة الاتنين داخلين تحت الأكبر وخلاص، ماشي مفيش مانع، بارك الله فيك. ده فريق من العلماء، وسمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير.
يلا خش على اللي بعده. طب انت ما نشوف الدنيا شكلها ايه. ثمانيه اشياء. الصلاه اول هذه الثمانيه. الصلاه سواء كانت الصلاه فرضا يحرم على الحائض ان تصليها، او كانت الصلاه نفلا يحرم على الحائض ان تصلي، حتى وان نذرت ان تصليها في حال الحيض، لان هذا حرام ومعصيه ولا نذر في معصيه الله سبحانه وتعالى. فهم؟ وهذا بالاجماع، وهذا وهذا وهذا. افرض ان المراه بعد ما انتهت من فتره الحيض ارادت ان تقضي الصلاه. اولا الصلاه للحائض لا تقضى، والصوم بالنسبه لها يقضى، لقول عائشه، وهذا مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، لانه مما لا مجال للراي فيه، فقول الصحابي فيه يحمل على التوقيف، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أمرنا. من أمرهم؟ ده سيدنا. أول ما يقول لك أمرنا يبقى الأمر هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ده مرفوع. أمرنا بقضاء الصوم، يعني أمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الصحابي لما يقول لك أمرنا الظاهر أن أمرهم سيدنا رسول الله. أمرنا بقضاء الصوم ولم نؤمر بقضاء الصلاة. ما كانش النبي ما كانش بيقول لهم اقضوا الصلاة، بس كان بيقول لهم اقضوا الصوم. فترك الأمر بقضاء الصلاة دليل على أنه لا يجوز قضاؤها. طيب خلصنا من هذا. ايه الفرق بقى ما بين الصوم وما بين الصلاة؟ دفع المشقة، لأن حضرتك هي في الشهر بتحيض سبعة أو ستة، السبعة دول فيهم 35 صلاة، فلو قلنا لها كل شهر اقضي 35 صلاة سيشق عليها جدا، والشرع إنما جاء لرفع المشقة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، والمشقة تجلب التيسير. ولكن في السنة كلها بتفطر كم يوم؟ هو شهر واحد بيصام، فبتفطر سبعة أيام. جميل؟ جميل. لكن لو قلنا في السنة كلها بتترك الصلاة قد إيه؟ حوالي في الشهر كان في كام؟ 350؟ 350 ومعانا 70 يبقى 420 صلاة. إيه رأيك؟ تقضي 420 صلاة في السنة ولا تقضي سبعة أيام صيام؟ شفت بقى الشرع بقى بيدفع المشقة وبيرفع العنت ازاي؟ ففرقوا بينهما بهذا. طيب افرض ان هي عملت نفسها متعبدة وبعد ما انتهى يعني حيضها وانقطع وطهرت أرادت أن تقضي الصلاة، فراحت قالت كده لما صلي بقى الصلوات اللي أنا ما صليتهاش في حالة الحيض. اختلف علماؤنا وأصحابنا الشافعية إلى فريقين، منهم من قال تنعقد صلاتها كالإمام الرملي وهذا هو المعتمد، ومنهم من قال لا تنعقد، وإلى هذا ذهب الخطيب الشربيني، ولكن المعتمد أنها تنعقد. قالت الله أكبر وصلت الظهر التي تركتها في حال حيضها انعقدت، وإن كانت الصلاة مكروهة لا ثواب فيها لكنها تنعقد صلاة. أو إيه الفايدة؟ الفايدة تظهر في الأيمان والتعاليق والنذور. قال لها زوجها إن قضيت صلاة من الصلوات أيام الحيض فأنت طالق. عند الإمام الرملي بتطلق،
لأنها صلاة وتسمى صلاة عند الخطيب الشربيني يقول لك لا تطلق. ليه؟ لأنها لم تنعقد أصلا وليست صلاة، وما لم ينعقد لا يسمى صلاة. فيظهر ذلك في الأيمان والتعليق والنذور. طيب يا مشايخ، وتحرم عليها الصلاة بكل أنواعها، سواء كانت في حال الحيض يعني، سواء كانت صلاة فرض عين ظهر عصر مغرب عشاء، أو صلاة منذورة لله عليها أن تصلي في فترة الحيض ركعتين لله، أو كفائي تروح تصلي جنازة حرام. ومثل حرمة الصلاة سجدة التلاوة، يحرم عليها إذا سمعت آية سجدة أن تسجد، لأن السجود في منزلة الصلاة. والتلاوة يعني القراءة، وهذا من إضافة المسبب إلى السبب، لأن التلاوة سبب للسجود، والسجود مسبب عن التلاوة. وكذلك يحرم عليها سجدة الشكر. كانت طالبة فقالوا لها الحمد لله نجحت بامتياز في جامعة الأزهر، فقالت بقى ما أقوم أسجد سجدة شكر لله، وهي حرم عليها هذا. والإضافة في سجدة الشكر إضافة بيانية، لأن السجدة دي بعينها هي الشكر. كانت حلوة صح؟ بارك الله فيك. والصوم، وكذلك يحرم عليها الصوم، فلو نظرت الصوم في حال الحائض حرم عليها ذلك ولم ينعقد نذرها. طب افرض ان هي لم تنوي في رمضان وهي حائض الصوم، لكن انقطعت عن كل ما ينقطع عنه الصائم، هل يجوز لها ذلك؟ نعم يجوز، لأنه لا صوم إلا بنية. طيب، هل ترك الحائض للصوم معلوم المعنى أم لا؟ اختلف العلماء، يعني معقول العلة، معلوم العلة أو غير معلوم العلة؟ اختلف علماؤنا الشافعية على قسمين. قسم قال بأن يعني إيجاب الشرع للفطر وعدم الصيام في رمضان معلوم العلة، لأن الصوم يفيد الضعف، والدم الذي يخرج من المرأة يؤدي إلى ضعفها، والله لا يريد أن يجمع على المرأة ضعفين، فمن أجل ذلك لم يوجب عليها الصوم في رمضان لئلا يجتمع عليها ضعفان. ومن علمائنا من قال لا نعلم له علة. طب افرض وأناقش قال طب افرض المرأة ما ضعفتش، تصوم؟ وقف عند كده. طيب على كل حال دي من اللطائف، لكن الأمر كما ترى